لا سولت كنوردين سؤال جوهري اللي كليك مع من غدوز البقية ديال العمر ديالك. انا سولتني نقلبوا الاوضاع مع من غدوز بقية العمر ديالك كنوردين معني صراحة من هنا واحد شوية الوقت كنظن العائلة حقاش هذاك الشيء اللي بغيتيه غتكون صلتي ليه غدوز مع العائلة ودير في صحتك. غنقول لك سيفو خطأ. الوحيد اللي غدوز معاه طول العمر ديالك هو الجسم ديالك. هو راسك هو راسك. هذا الجسم عندك هذا تهلاتي فيه غير تهلا فيك تهلاتي فيه وما تهلاتيش فيه. ما تقول لي للزوجة ديالي هو انفستيسمون. ما تقول لي للزوجة ديالي لا صاحبتي لا عائلتي لا اللي خدامين معايا كاع هادو تقدر تفقدهم كما يقدروا يفقدوك الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ. ولكن الحاجة الوحيدة اللي غتمشي معاك حتى للقبر وهي الحتمية اللي كاينة هو الجسم ديالك. حاول على حميتك تحشي حتى لما حجيتي عليه تحشي عليه. المهم غتخدم به حتى ما ربحتيش الفلوس بزاف اللي ما ربحتيش فلوس وما وصلتيش لدوك الاهداف كلشي اوموا غتعيش بواحد الكرامه وواحد الصحه جيده. الفلوس مهمين يعني هذا الفلوس مهمين المهم ما يقدوش يقولوا لي لا ولكن كاين اهم ولكن كاين الاهم هو الصحه. لان ما كانش عندك الصحه لك كنتي كتعادي من امراض نفسيه او جسديه راه يمكن الفلوس عندك في البنك راه ممكنين في جيبك والكلام ماشي هما اللي كيهضروا ماشي هما اللي كيتمشاو ماشي هما اللي كيطلعوا في الدروج. المقاولين خصهم يهتموا بحاجه واحده تهتم بالصحة النفسية والجسدية ديالك لأن لك كانت هذيك السعادة والرفاهية والبيانات يعني الجسد والصحة ديالك مزيانين هذوك غيجيبوا لك الفلوس. ولكن اللي كانت صحتك والصحة الجسدية والنفسية ديالك ما مزيانينش وخا يجيوك الفلوس غتفقد. تماما والله خي طريق الى زعما كلام من ذهب كما تقول. سالوا البودكاست صافي سالينا صراحه هذا الشيء بادي سخون اخي اللي بغيتي مرحبا طرح عندك بادي اخي والله الا من القلب وراك عرفتي ما وجدناش والله ما موجدين خي طريق المايند سيت دو شامبيون عقليه البطل وهنا فين عرفتي عقليه البطل غنقول لك واحد العقليه يمكن واحد القصه واش عارفها ولا ما عارفهاش. ابل احنا ما كنديروش الاشهار للماركات ابل ولا سامسونج ولا غير ما نحتاجوش نديرو الله يرضي عليك شي واحد يقول لك ها كيديروا الاشهار ها كنديروا الاشهار من بعد يلا ابل لي فونداتور ديالهم كان ستيف جوبز ستيف وازينكي وواين رايدر. هادو هما الثلاثه تصور هاد الثلاثه 25 مليون ديال الدولار الاولى اللي داروا منين داروها ما داروش كانت عندهم ملتي ناسيونال كلشي داروها في الكراج 5000 اورديناتور سمعني مزيان 5000 اورديناتور كانوا كيبيعوا ب 5000 دولار الاورديناتور 5000 دولار الاورديناتور كانوا كيديروا لاسامبلاج في الكراج. هذاك الكوره الصغير هذاك الكراج ديال ابل اللي بداو به 25 مليون الاولى ديال الدولار اللي داروا راه شفتو كاين في الانترنت داك الكراج مشهور من تما بداو. شو العقليه ديال لو شامبيون عندك حلم كانوا كيخدموا 24 ساعه على 24 ساعه كيباتوا في داك الكراج وكيخدموا كيديروا لاسامبلاج هما. انا هاد القصه عارف هادي هاد العقليه هاد العقليه باش توصل تحقق هاد الشيء راه عرفتي حققتي هادشي الالتزام كوميتمنت باش تبقى يوم على يوم وهذا خمس تصور 25 مليون دولار مليون دولار الاولى اللهم بارك رقم داروها من الكراج كانوا كيأسامبليو هما بثلاثه كانوا كيأسامبليو. لحقتي هادشي لحقتي يعني عندك واحد لا مونطاليتي ما عنديهاش حتى حاجه ما تغلبك اكسيبسيونيل وهذه هي العقليه ديال المايند سيت دان شامبيون. المايند سيت دان شامبيون كاع الناس اللي وصلوا تفرجوا في لاست دانس ديال في نتفليكس ديال مايكل جوردن. مايكل جوردن رجع للمدرب ديالو قال لي بغيت نكون احسن لاعب كره السله في العالم. قال لي هذا هو كوميتمنت الالتزام ماشي موتيفي هذا اكثر من الموتيفاسيون هذا ملتزم. ملي بدا كيتريني كلشي بدا كيغوت عليه ما كديش مزيان كيغوت عليه وكيضربو كيهرسو ويقول لي وانا كنلعب مزيان وكنحاول مزيان وفي الليسي كتبقى تغوت عليا انا بوحدي احسن من الاخرين. قال لي جوردان كالم طوا اشنو قلتي لي انت قلتي بغيت نكون احسن لاعب في العالم ماشي احسن لاعب في الليسي. الا بغيتي الليسي راه ما غنهضرش معاك غندير بحالك وغنرجع للور. انت بغيت تكون احسن واحد في العالم وباش تكون احسن واحد في العالم خاصك دير شي حاجه اللي ما كيديروهاش الاخرين كيديروهاش واحد 99% لان انت المقاول ولا المقاوله اللي كتبعيني الا بغيتي تنجح واحد النجاح باهر خاصك دير شي حاجه اللي ما كيديروهاش الاخرين. الا كانوا كيديروها الاخرين وكدير بحالها راه غتكون من لاماس فوالا هو راه تيقول لك دو 1% كلوب يعني اكزاكتو يعني خاصك تكون من داك ال1% اللي كاين في هذه الكره الارضيه وهذاك ال1% راه كيدير شي حاجه
الفيلم كيدوز 99 لحقاش كل 100 ديال الناس دابا كنمشيو للقهاوي كنخرجوا للزنقه كنخص دوك ال100 كاين واحد كاين واحد اللي عنده واحد سوبر ناتشورال باور عنده واحد واحد طاقه ما كاينش سوبر ناتشورال والله الا كاين اراده كاين اراده ولكن خي طريق وكاين الخدمه فهمت هذه اراده والخدمه يوميا باغ اكزومبل مثلا كريستيانو رونالدو ناخذ كريستيانو دار شي حوايج اللي تقريبا ما دارهمش شي لاعب قبل منه وهي واش دارهم بلو طالون بالموهبه ولا بالخدمه صافي راه انا غادي نقول لك في السياق يعني ماشي سوبر ناتوريل يعني خدم عليها يعني وانت دابا باقي كيخدم يعني ودار الفلوس وباقي كيخدم دار الفلوس ومازال تيخدم ولكن السرعه وشي حوايج كيكونوا غيفت عاوتاني كيكونوا ما معطينش بحال دابا انت كتعطي 1% مع 99% خدمه فوالا نمشي نحن الاحياء الشعبيه ديالنا طلع عندنا كويريه اللي يقدروا يديروا النيفو ديال لوغوب ويديروا ديال محمد صلاح ما نهضروش في المغرب باش ما نكونوش في اونجاج ايموسيونالمون محمد صلاح في مصر كاين 104 مليون واحد محمد صلاح كيلعب في ليفربول ومن احسن اللعابه في العالم وكذا علاش لان خاد بزمام الامور وحلم براسو داك العقل عندنا في جوج الحوايج العقل ديالنا القسم اللي غيفلقوا في جوج الحوايج كاين دوزيام سفير كاين الفص الايمن والفص الايسر الفص الايسر هو باش كنهضروا دابا وكتكون لا لوجيك وكنهضروا نويك حنا داير لا نيغوسيونس باش تكون كوتش مايند سيت ولا مايند سيت ترين خصك تكون قاري كيفاش كيخدم الدماغ الفص الايسر كيخدم بلا لوجيك كنسموه لو مال مونطال اناليتيك اي لوجيك ياك الفص الايمن هو ديال ليماجيناسيون ديال لا فيزيون الا قلتي بحال هكا كتقول تخيل نفسك غني راك خدمت على واحد النص ما غدير والو الحقيقه غتصرفك تتنقص الميت فيرسز رياليتي يس ملي غتبى تخلص قهوه غتقول اويلي انا كنتخيل نفسي غني لا خصهم يخدموا بجوج خص يكون التخيل والحدس والصوره الذاتيه وكذا والجهه الاخرى فيها الخدمه باش كتكون انت انسان متوازن خدامين الفصين بجوج هذا ديال ليماجيناسيون كنسميوه لو سيرفو دو لا ماجي ديال السحر اللي كيحقوا به اشياء كلها والاخر ديال العمل نرجعوا لابل باش البرومي ايفون باش يخرجوه كنعطيهم واحد التيشيرت كاتبين فيهم اي وركت 90 اورز بير ويك كنخدم 90 ساعه في الاسبوع 90 ساعه عرفتي شحال هي 16 ساعه كل يوم كيخدموها باش خرجوا البرومي ابل ولكن كاملين كانوا اكسيونير راه داو دي مليار غتسول شي واحد اخر جعدو تقول لي تخدم معايا 90 ساعه وكل شيء ولك انت باغي دير لاباس حنا مالنا عطيني انا الفلوس وما نخدمش معاك 90 ساعه هاك لونغاجمون ما كاينش ولكن ما كنلتزموا لا مع الناس لا مع راسنا ولكن داكشي بعد سنوات رجع بواحد النجاحات باهره عطي ابل في الاخر ديال 2008 2009 2012 2015 راه اللهم بارك من اغنى الشركات في العالم كانت كاع اغنى شركه هي في العالم ابل واحد الوقت والبراند فاس كاع المرسيدس اللي قرنوا زماروي تخرج من الطوموبيلات والبراند ديال دابا ابل هو الاول في العالم البراند التفاحه بيان سور البراند في الموبايل واللي بي سي هذه هي خصنا نصحوا بها المقاولين هو الله يخليكم خدموا على البراند ديالكم خدموا على البراند ديالكم البراند ديالك هو الصوره ديالك الا بغيتي تسولني شنو هو البراند سولتيني شنو هو البراند نجاوبك ببساطه والجواب ماشي ديالي ديال لاست سي او ديال تويتر قال لي سي كوا لو براند قال لي البراند هو ملي كيخرج واحد من ورا الباب اش كيقولوا عليه الناس هذاك هو البراند فوالا يعني انت شنو كريتي على راسك شكون انت شكون الاثر اللي كتخليش كيقولوا عليك الناس شنو نور الدين جالس معاك ولا طارق المليح جالس معاك ملي غنخرج واش غيقولوا كيغمق عنا ولا كيقول نابورت كوا ولا كيهضر ولا كلام ديال التنميه البشريه ولا يقول لا راه الي بيان معلم راه كيميتريز هذا هو البراند البراند حكينا حنا كنصنعوه وكنخدموا عليه وكنصنعوه انا جاكومبان دي جون بور لو براند باش نكونوا واقعيين حتى هو كيتخدم حتى هو خدمه حرفه كتخدم ولكن راه خدمه يوميه خصك تخدم عليها بيان سور راه كاين دي براند كيخدموا بدون مقابل دابا حاليا غير باش ديك الصوره ديالهم تبقى ملمعه في السوق كاين اللي كيخلص ما نذكروا الاسماء ديالهم كاين اللي كيخلص كيخلص ما كيربح والو كاين اللي كيمشي لدبي وكيمشي لتايلاند وكيمشي لبزاف الحوايج باش يتصور باش يدير لك ان براند ديال الغناء وكلشي كيخلص من جيبو باش يعطيك واحد الصوره من حقه الله يسلي بيان سور هو باغي يعيش من هنا واحد 15 20 عام باغي يبقى في المارشي ما باغيش يربح دابا هو ما باغيش يربح دابا كل عاشوف صور راسك كل صباح عافاك ملي تصور راسك قول اشنو بغيت ندير في هذا اليوم هذا الكادر اللي عطاني سيدي ربي اش ما بغيت ندير به واش بغيت نستثمره في البيزنس في الصحه ديالي في الفلوس في العائله ديالي في الثقافه ديالي في الدين ديالي في الاسلام ديالي في الخير عافاك عملت فيك الصباح حك الجوده ديال الحياه ديالنا وهذه خاصها تكون مهمه خاصك الجوده ديال الحياه ديالنا عندها علاقه بالجوده ديال الاسئله اللي كنطرحوا على نفسنا
غنعاودها الجوده ديال الحياه ديالنا الجوده الكواليتي بيان سي الكواليتي اوف لايف الجوده ديال الحياه ديالك عندها علاقه بالجوده ديال الاسئله اللي كطرح على نفسك واول سؤال طرح على نفسك كل يوم اللي تفيق وتشوف راسك في المرايه تقول اشنو بغيت ندير انا هذا اليوم من اجل نور الدين ولا من اجل الطريق ولا من اجل اسماء ولا ماريا ولا شنو بغيت ندير من اجل نفسي انا شنو بغيت ندير لهذا الشخص هكذاك لو كادو عطاه لك ربي سبحانه وتعالى انا كنامن بان كاين واحد القوه عظيمه هو الله سبحانه وتعالى كيسير هذا الشيء اسمحوا لي عطاك واحد الكادو هذا لو كادو هذا شنو كدير به واش غتحلو ولا غتسدو ولا غترميه ولا غتقول واه ديما كيجينا هذا الكادو ما عندي ما ندير به هبه من عندك يعني واحد الجيفت هي اللي كنقول فيها انا هلو ميداي.